لبنان بلد العجائب، ليس فقط السياسية والأمنية والاقتصادية، فقد تجاوز الأمر أكثر من ذلك. ترفع اللبنانيون عن الفراغ السياسي وخصام الأحزاب وأشاحوا بوجوههم عن الوضع الاقتصادي المزري. فوسط انهيار العملة وانقطاع الكهرباء وفقدان الدواء من الصيدليات وتبخر المدخرات وتراكم قضايا الفساد وغلاء المعيشة، ظهر ما هو أبرز وأهم للشارع اللبناني: سجالات مفتعلة تأخذ طريقها إلى مستوى عالي. هذه المرة وجدت التيارات السياسية المتخاصمة حجة جديدة لسجال طائفي حول حقوق المسيحيين والمسلمين ومكانة كل فئة في السلطة في تعاقب الفصول وتغيير التوقيت. فكيف تحول التوقيت الصيفي إلى جدل طائفي في لبنان؟ لا إنه بحياة عرضك لشو قربوها ولشو بأخروا لشو بيلعبوا فيها للساعة، إنه شو في ورانا نحن، ليش شو مأثر علينا الوقت نحن؟ بدأت القصة بانتشار تسجيل فيديو لرئيس مجلس النواب نبيه بري وهو يطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأخير العمل بالتوقيت الصيفي العالمي مراعاة للصائمين خلال شهر رمضان. الساعة 7 يظل الساعة 6 من هلا لآخر رمضان، بآخر رمضان عالميا يبدأ العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام يوم الأحد 26 مارس، ولكن مجلس الوزراء اللبناني قرر تمديد العمل بالتوقيت الشتوي حتى 20 من إبريل. تسبب القرار ببعض الإرباك لأنه قد يؤثر على قطاعات الاتصالات والطيران، فساعات الهواتف وأجهزة الكمبيوتر تتغير تلقائيا إلى التوقيت الصيفي، ما قد يضطر الكثيرين إلى عادة ضبطها يدويا. لكنه فتح بابا للنقاشات وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بآراء مؤيدة ومعارضة، وصلت إلى حد التحريض الطائفي أحيانا نظرا إلى تزامن القرار مع شهر رمضان. ولم يسلم قرار التأجيل من تغريدات بعض السياسيين على موقع تويتر، فثمة من رأى أنه آخر عجائب المنظومة وهو يعبر عن سياسة التسويف والتأجيل لكثير من الاستحقاقات الوطنية. أزمات وخلافات متتالية واللبنانيون يعانون ضيق التنفس في بلد الأرز، فماذا ينقص لبنان للعودة للحياة من جديد؟